سبعة أفكار رائعة ستفجر رأسك. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أهلا بكم في فيديو آخر مليء بالأفكار العبقرية والتي من شأنها تحسين حياتنا اليومية. حسناً، هي عبارة عن أجهزة إلكترونية معقدة وعدة أشياء بلاستيكية ذات تصميم احترافي، جميعها سوف تفجر رأسك من روعتها. لذا فارتدي معطف المعمل واغلق النور، ولأننا اليوم في قناة قوي عقلك سنعرض عليكم سبعة أفكار رائعة مدهشة. ولكن أولاً نريد أن ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي فيديو ننشره لحظة بلحظة. هيا لنبدأ. سابعاً، الشمسية بمعيل النظر. على الرغم من أن الشمسية ذات استخدام واسع، ولكن ليس من المفاجئ أن تعلم أنه اختراع ليس ممتازاً وكاملاً، فهي في أكثر الحالات تفشل في وظيفتها. لذا فقد ظهرت الكثير من البدائل لتحل مكان الشمسية الطبيعية، ولكن تلك التي نتحدث عنها اليوم هي الأفضل فيما بينهم، فهي تملك شكل الجرس لكي تحميك من الأمطار بشكل كامل. فضلاً عن هذا، فإنها تتميز بمعيل للنظر صغير الحجم للرؤية، لذا فأنت لست مضطراً لإمالتها لكي ترى، وستمشي تحتها دون أي مشاكل. سادساً، لوحة مفاتيح مضادة للمياه. فكرة حفظ الأشياء بجعلها ضد المياه ليست بجديدة، فمنذ عامين قامت شركة سامسونج بعمل حملة إعلانية لهاتف سامسونج جالاكسي، وقد كانت شاشته عبارة عن كوكب الأرض، وذلك لأن كوكب الأرض يحتوي على المياه بنسبة 75% من نسبته. ويرجع هذا لأنهم يعلمون أنه لا يوجد أي جهاز حينها مضاد للمياه. ليس على مستخدم الكمبيوتر القلق بعد الآن، وذلك لأنهم في حال تعرضهم لحادثة وقوع كوب ماء أو عبوة مشروب الطاقة لن تتواجد مشكلة باستخدام تاتش سكرين، فهي مثالية للغاية. خامساً، حزام متري. ما سأخبرك به الآن ليس سراً، ففي الغرب أوزانهم كبيرة جداً، وهذا يسبب لهم مشكلة حقيقية، فالناس لا ينتبهون إلا مؤخراً بعد زيادة وزنهم، وفي الغالب يكون قد فات الوقت، لذا فهم عليهم أن يشتروا ملابس جديدة. لكن الاختراع هذا يعد اختراعا فريدا من نوعه، ولأنك ستتمكن من معرفة وزنك بشكل يومي من خلال استخدامك للحزام كل يوم، فاختراع مثل هذا سيجعلك تنقذ نفسك بممارسة الرياضة، أو قد يسمح لك بتناول شريحة البيتزا عندما يكون كل شيء على ما يرام. رابعا، معجون الأسنان الثنائي. الفصيلة البشرية تعاني من مشكلة حقيقية فعلا، وهي التي تؤثر على كل الثقافات والأمم في كل مكان، فهي أخطر من الاحتباس الحراري وأخطر من ثقب الأوزون. ربما قد أبالغ بعض الشيء، ولكن في الحقيقة هي تتعلق ببقايا معجون الأسنان المتبقي في الأنبوب والذي يصعب إخراجه. وقد اخترعت أشياء كثيرة لحل القضية، فمثلا ملقاة ليمسكه من أعلى، ولكن لم يخترع أي شيء عبقري مثل الأنبوب ذو الفوهتين، فهو يستحق كل التقدير. ثالثا، إصبع الزبدة. هي عبارة عن شكل جديد لتوزيع الزبدة، والتي سوف ترضي الأشخاص التي تحب أن تحسب كل شيء بمعايير مختلفة ودقيقة، فالملعقة والإسبراي لا تنزل الزبدة. لذا فإذا كنت من محبي الزبدة المتهيئة جيدا في الخبز المحمص، فعليك أن تشتريها، ولكن ما زال ينقص توافرها في الأسواق، فعلى أحدهم أن يتجرأ لشرائها وتوفيرها في متجره. ثانيا، شير لشير، أو الكرسي البسيط باللغة العربية. لا أعرف بصراحة كيف لعقل أن تأتي هذه الفكرة، ولكنه قد صمم بواسطة شركة نوني. هو متوفر في المحلات التجارية الكبيرة، وهو عبارة عن إطار مريح جدا وعملي، سيجعلك تجلس في مكانك كما تريد وبالوضع الذي يريحك، فبمجرد الضغط على الزر يمكنك الجلوس بالوضع الذي تريد. ولكنني غير متأكد من ارتياحية هذا الوضع، ولكنني متأكد من أنني أريد شراء واحدا. زاحفات للكشف عن المعادن. على الرغم من أن الاسم طويل جداً، لكن هذا الجهاز يعد بمثابة الحلم للكثير من الأشخاص الذين يحبون الصيد واستخراج الكنوز. ولمن لا يعرف، فهذه تعد هواية شائعة لمن يعيشون في مدن ساحلية، فهم يحبون التجول بآلة كشف المعادن ليستخرجوا بعض الأشياء مثل عملات قديمة أو نظارات شمسية أو بعض المقتنيات البالية، وقد يصل الأمر لاكتشافهم شيئاً قيماً في بعض الأحيان. ولك أن تعلم أن هناك بعض الأشخاص يعيشون فقط لكي يقوموا بعملية التمشيط، لذا فهذا الاختراع سيكون بمثابة نبأ سعيد جدا لهم، ولأنها سوف تريحهم كثيرا. حسنا يا أصدقاء، ها قد وصل الفيديو إلى نهايته، وأنا ما زلت أشعر بالأحباط كوني لا أستطيع الحصول على إصبع الزبدة، فأنا ما زلت أستخدم السكين، فحتى خبزي المحمص يريد إصبع الزبدة هذا. أعلموني في التعليقات أي اختراع هو الأفضل وأي اختراع هو الأغبى. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل جديد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.